ينضم إلينا من عدن المحلل السياسي وليد الصالح. أهلا بك سيد وليد معنا. وفد الحكومة اليمنية يغادر الكويت بعد إعلان موافقته على المقترح الذي قدمته الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، مع التأكيد على أن مغادرته للكويت لا تعني نهاية المشاورات. كيف تقيم تعامل الوفد الحكومي مع المفاوضات، وما الرسالة التي وجهها وفد الشرعية بموافقته على هذه الخطة الأممية وعدم موافقة وفد الانقلابيين على ذلك؟ مرحبا أخي الكريم. أولا أقيم جيدا دور وفد الحكومة الشرعية بقيادة عبد الملك المخلافي وزير الخارجية في الكويت على هذا الانتصار السياسي الحاسم الذي قامت به بعد التنسيق مع فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، الذي حشر الانقلابيين في الزاوية بوضعهم مباشرة مع مشروع قدم من قبل الأمم المتحدة بالتنسيق مع الدول 18 الراعية لليمن موقف الانقلابيين من رفض هذا المشروع، هذا القرار الذي هو في الأساس الطريق الأساسي من أجل الوصول إلى حل وتسوية كاملة وشاملة في اليمن، هو لفضح وتعرية تعنت الانقلابيين وعدم تحملهم للمسؤولية. وهنا لا يختلف الانقلابيين سواء كان من مارس السياسة سابقا كالمخلوع صالح أو من هم حديثين في السياسة كالحوثة، جميعهم لا يقدرون المجتمع الدولي، لا يعرفون جيدا معنى السلام لليمن. سابقا هم وقفوا ضد الشعب اليمني وضد مصلحة الدولة الفتية، وحاليا هم يقفون ضد مشروع أممي كامل مقر من جميع الدول، لا يوجد هناك أي اعتراض. الوفد الحكومي استطاع أن ينجح وأن يخرج بانتصار سياسي حاسم حتى وإن لم يوقع الانقلابيون، بتوضيح موقفه بأنه قد مد يده أكثر من مرة للسلام، بأنه قد قدم تنازلات كبيرة جدا للسلام، بأنه قد رضخ أيضا للضغط الدولي، رغم أنه قادر فعليا بوجود التحالف العربي، بوجود المملكة العربية السعودية، قيادة التحالف العربي على حسم المعركة عسكريا، ولكن مع ذلك رضخنا إلى السلم وتوجهنا إلى الكويت، ومن قبل ذلك توجهنا إلى جنيف. ولكن هناك من لا يعي معنى اللعبة السياسية، ومن لا يعي معنى مصلحة الدولة، ومن لا يفهم. نعم سيد وليد، المشاورات مستمرة إلى 7 أغسطس، وهناك لقاءات مكثفة للمبعوث الأممي مع وفد الانقلابيين. ما هي توقعاتك لمسار مشاورات الفرصة الأخيرة؟ سيدي، نحن نعلم جيدا أن الانقلابيين الحوثيين قد أعلنوا صراحة منذ ذهابهم في اليوم الأول إلى الكويت بأنهم متحفظين على جميع البنود التي قدمت من ولد الشيخ أحمد المنبثقة عن القرار الأممي 22/16. معنى التحفظ في القانون الدولي بأن الطرف الذي تحفظ على ذلك هو غير ملزم حتى إن وقع. علينا الانتباه إلى هذه المعضلة القانونية. فعليا صالح أوضح جليا بعد المغامرة السياسية التي قام بها مع الحوثة في تشكيل ما يسمى بالمجلس الأعلى لإدارة الدولة أو ما يسمى بإدارة البلاد، بأن القرار الأممي قد تم استخراجه نتيجة الضغط للمملكة العربية السعودية. هم لا يعترفون بمعنى المنظومة الدولية، لا يعترفون بمعنى القرار الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل 7 الذي ستضطر الأمم المتحدة وستضطر الدول الدائمة العضوية إلى تنفيذه بالقوة. نعم سيد، ما هو المتوقع في حال إفشال الانقلابيين لمفاوضات الكويت؟ دائما الشرعية عودتنا بأن لديها الخطة باء. الخطة باء جاهزة، وقد أوضح عنها المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء عسيري بأننا جاهزين على اقتحام العاصمة صنعاء، بأننا جاهزين على تنفيذ القرارات الأممية متى ما
أضاع الانقلابيين بجناحيهم صالح والحوثي هذه الفرص. أما أشكرك، كنت معنا من عدن المحلل السياسي وليد الصالح، شكرا جزيلا لك.